كاين واحد الخلط كبير بين مدينة تادلة التاريخية ومدينة قصب التادلة. أنا حتى كتبت الكتاب ديال تاريخ مدينة تادلة صححت فيه واحد الخلط ارتكبوا كاع اللي أرخوا لبني ملال كلهم، بوسلام كلهم بلا ما نذكر الأسماء، كلهم عندهم واحد الخلط كبير من مدينة التادلة القديمة وقصب التادلة. شكون اللي تيحل لنا هذا الخلط؟ هو البيدق. تيقول لك ملي هضر الحملة ديال عبد المؤمن تيقول لك مشينا لتاكرار طلعنا لداي ومشينا مع الجبل لتاكزيرت أو تادلة، بمعنى أن المدينة القديمة اللي كانت اسمها تادلة هي تاكزير. فهذيك المدينة تيهضر عليها البكري والإدريسي أنها كان فيها القطن، كيفاش بغيت دير القطن في تادلة؟ تادلة ما يمكنش، ما كانوش عارفو يهزو الماء من الوادي، كيفاش دير بها في القطن؟ وهاديك الأرض ديالها ماشي لي ديال القطن، فالقطن كتيدار في تاكزير اللي عندها الأراضي خصبة والماء تيجي من الفوق لتحت، بمعنى أن المدينة القديمة تادلة لمدينة تادلة اللي مذكورة هاد الأدب المسالك والممالك هي تاكزيرت. أما قصب التادلة هادي دارت عام مولاي إسماعيل، مولاي إسماعيل في 1674 كانت واحد الثورة ديال أحمد الدلائي واستولى على الزيدانية وجرى على الجيش اللي كان فيها. مولاي إسماعيل ملي غادي يجي وغادي الجيش ديالو وغادي يهزم الجيش ديال الدلائيين، هذا حفيد ديالو أحمد الدلائي، حفيد ديال محمد الشيخ محمد الحاج، حفيد ديالو دار واحد الثورة هنا وسيطر على الزيدانية، جا الجيش ديال مولاي إسماعيل. غادي يفهم مولاي إسماعيل أن كان واحد الخطأ في البناء ديال القصبة ديال الزيدانية. منين الهجوم غادي يجي للقصبة؟ غادي يجي من الجبل. الا غادي يجي من الجبل خص القصبه يكون الخط ديال الدفاع الاول ديالها هو الواد، لان المهاجمين خصهم يدوزوا يقطعوا الواد ويجيو لعندك. اما الا كنتي من الواد من هنا ساهله يحاصروك، لان ما كاين حتى حاجز مائي. لذلك غير غادي يقضي على الثوره ديال احمد الدلائي، غادي اولا غادي يبني الجسر. وعلاش غادي يبني داك الجسر اللي تسمى الجسر البرتغالي؟ لأن ساهموا في بناء برتغاليا. غادي يبني الجسر، علاش بنى الجسر؟ باش يدوز المدافع، لأن كان المشكل باش تواجه الجيش ديالك، وكان بغا يدير واحد الحملة في الجبل، هذيك ما سميت بالحملة الكبرى اللي دارها في 1692، سميت دار ثلاثة د الجيوش، جيش غادي يجي من تافيلات وجي في جي من كناس وجيش يطلع من هنا مع عواد العبيد باش يحاصروا هذوك الامازيغ ديال الجبل ويقضي عليهم، وفعلا قضى عليهم لمده طويله لاي تمرد ديالو. فغادي يدوز خصو الجسر، ملي دار الجسر يقدروا الامازيغ يجي يحطموه ويدموه، خصو يدير القصبه اللي تحميه ويبني القصبه ديال تادلة، وبناها بسرعه. حتى انه كاين واحد الاسير اللي اسمه موات كتب على هذيك العمليه، قال لك وكان السلطان باش يستحث الجنود ديالو تيبني معاهم. مولاي اسماعيل كان هو تيبني معاهم باش بناو بسرعه هذيك القصبه. من تما كلات القصبه ديال تادلة اللي تبنات 1680، الزياني تيقول 86 ولكن نقولوا في الثمانينات، لانه اللي كان تيبني فيها هو ولده احمد الذهبي. المهم غتكون كملات، وانا متيقن بانه غتبنى على جوج المراحل، لانه الا مشيتي للقصبه تلقى فيها جوج مساجد، مسجد صغير تيقولوا مسجد ديال ولده ومسجد كبير ديال ولده احمد الذهبي. فطبعا هذيك وجود جوج المساجد اذا بنيت على مرحلتين. من تماك غادي تولي ملي تيكون الامن تيجيو الناس يسكنوا حداه، هذه معروفه، كل ما كان الامن تيجيو الناس. وبدات هاد ما يسمى بقصب التادلة، القصبه ديال تادلة السهل، قصبه تادلة، قصبه السهل تادلة. باش غادي خصنا نميزو بين المدينه القديمه اللي هي تاكزيرت والمدينه الجديده اللي هي قصب التادلة.